السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. كان ليث بن سعد يتاجر في العسل، وذات يوم رست سفينة له محملة بالعسل، وكان العسل معبأ في براميل، فأتت له سيدة عجوز تحمل وعاء صغيرا وقالت له: أريد منك أن تملأ هذا الوعاء عسلا. فرفض، وذهبت السيدة لحالها. ثم أمر الليث مساعده أن يعرف عنوان تلك السيدة ويأخذ لها برميلا كاملا من العسل. فتعجب الرجل وقال له: لقد طلبت منك كمية صغيرة فرفضت، وها أنت الآن تعطيها برميلا كاملا؟ فرد عليه الليث بن سعد: يا فتى، إنها تطلب على قدرها، وأنا أعطيها على قدري. لو علم المتصدق حق العلم وتصور أن صدقته تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، لكانت لذة المعطي أكبر من لذة الآخذ. كما أنه يوجد للصدقة فوائد عظيمة، من أهمها أن الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار. الصدقة تطفئ غضب الرب وحر القبور. الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. الصدقة من المبشرات بحسن الخاتمة وسبب لدعاء الملائكة. صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير. الصدقة سبب في استجابة الدعوة وكشف القرب. الصدقة تدفع البلاء وتسد 70 بابا من السوء في الدنيا. الصدقة تزيد في العمر وتزيد في المال وسبب في الرزق والنصر. الصدقة علاج ودواء وشفاء. الصدقة تمنع الحرق والغرق والسرقة وتمنع ميتة السوء. الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور أو الزروع. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.